ميرا انت هلا قريبا رح تمثل لبنان بميس وورلد؟ يس هلا ب 9 الشهر سأل راد بنسافر على تشاينا تبقى شهر هنيك شهر؟ شهر شفت سمعت؟ انا كيف بدي اقعد لحالي هلا بالبيت بشهر قاعدة بالصين؟ انا بدنا نجيب لك وحده هلا ببقى شهر يعني ب 10 ديسمبر برجع لهون ب 8 ديسمبر بيكون الفينال فينال يلا ان شاء الله بترجع بالله ان شاء الله ان شاء الله يا رب مثل ما الله بيقول لانك بتسالي كثير خير ميرسي والله وانت مذكره بس قديش علقوا انه انا وياك مركبين السؤال والجواب ايه علقوا كثير بس وقت سالتني السؤال أنا أول شيء تفاجأت بس بنفس الوقت حسيتك مانك محضر حسيت فجأة عم تسألني إيه لأنه بقيت شي نص ساعة يمكن تسألتني السؤال وبقول لك قلبي كان عم بدق كتير لأنه كان عم شارك حياتي الخاصة مع العالم وبنفس الوقت يمكن كان فرصة لإلي تبينت مين ميرا ميرا بما انك انت اليوم معنا انت شو رايك بهذا السؤال المشترك كان هذا كان يلبكك شيء اكيد بيلبك شوي لانه بدك تشوف افضل جواب بين السؤال الموحد يعني كثير صعبه انت شو كنتوا عم تسمعوا بدنايكم موسيقى يس كنا عم نسمع ميوزك و ما بتسمعوا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء رح نعمل نفس الشيء هلا اوكي هلا رح نحط كاسكيت على دينينا وبتسالينا السؤالات بلشي مع ملحم معي بجامعة عباس اوكي جاهزه جاهزه يلا بدك تحضري شيء السؤال قد بس بدي حضري بقلبك اوكي هو كتير هين رح نبلش اول شغله عباس حط هول على دينيك حتى ما نسمع يعني انا مثل بنون هلا لا انت مش مثل هلا السؤال رح تطرحيه اول شيء على ملحم نحن مش عم نسمع ايه يلا ها اوكي عم تسمع شي عباس؟ لا شفت انك كذاب؟ يلا بعدك عم تسمع؟ اوكي يلا ملحم زين شو رأيك احد التناقضات الغير عادلة بالحياة في حال دخول عنصر المفاجأة على التصادمات الأساسية الناتجة عن الارتقاء بالمجتمع لبعض الوجوه الفنية اللي بتهوى الانحطاط شو السؤال الغريب العجيب فينا نعيده بس بليز أكيد يلا رح نعيده مرة تانية بس بتمنى منك هالمرة تركز معي منيح لتقدر تفهمه مزبوط تفضل شو برأيك أحد التناقضات الغير عادلة بالحياة في حال دخول عنصر المفاجأة على التصادمات الأساسية الناتجة عن الارتقاء بالمجتمع لبعض الوجوه الفنية يلي بتهوى الانحطاط يعني اللي قدرت أفهمه أنه الفن والموسيقى شغلة عظيمة في كتير ناس بيعشقوا الابتزال يعني بأي مهنة بالعالم بقى الموسيقى والفن شغلة عظيمة لازم نرتقي فيها لمستوى عالي نحافظ على مجتمع حافظ بتهذب الأخلاق الموسيقى بتهذب الأذن واحد بصير ينتج أكتر بقى كتير مهم نحافظ على انه عم تعمل تسمع موسيقى انت هلا ايه عم تسمع موسيقى كتير مهم نحافظ على المجتمع من خلال الموسيقى اكيد دوري شو عرفك ما هيك حسيت يلا عادل كرم بحب اسالك هذا السؤال وبتجاوبني دغري بلا لف ودوران اوكي شو برايك احد التناقضات الغير عادله بالحياه في حال دخول عنصر المفاجأة على التصادمات الأساسية الناتجة عن الارتقاء بالمجتمع لبعض الوجوه الفنية اللي بتهوى الانحطاط سؤالك محله أول شيء بونسوار بالنسبة لسؤالك شوف من أيام شارل مالك بعد البواخر بلبنان فبتخيل أنه ما رح يعني ما رح في شيء رح يتغير مرسي زي ما هي سمعت شيء؟ لا والله هلا رح تسمع ايه رادي؟ تفضلي بتعرفي يعني رادي؟ ايه تفضلي شو يعني عم تقولي اسمع يعني رادي يعني انا ما بعرف انجلش؟ بلا ولو
رجاء بحكي لغتين. ايه شوفي بالفرنش قد ايه طليق. كثير شاطر. ايه هي لغتين بتحكي؟ العربي والمعلبكي. اه اوكي. يلا سيبون سيبون. بيان بيان. عباس جعفر. ايه شو برايك احد التناقضات الغير عادله بالحياه؟ في حال دخول عنصر المفاجأة على التصادمات الأساسية الناتجة عن الارتقاء بالمجتمع لبعض الوجوه الفنية اللي بتهوى الانحطاط برأيي أنا؟ أكيد برأيك. شو بدك برأيي؟ مش أخذت رأيون؟ أنا بهمني رأيك. والله والله يعني هذا شيء كتير تغلي منيح. على الأرجح يعني بإذن الله راح بيكون كل شيء مثل ما نحن بدنا.